السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأخونا اللي بيسألنا الرش من تحت لفوق، من فوق لتحت أو من تحت لفوق عادي جدا، العملية واحد. أهم حاجة يعني بص، لو هناخد بالك أدي من تحت لفوق أهو، مثلا أهو أهو شايفين الراية أهو، أدي آخر الراية أهو، تمام. البداية بقى بتاعتنا اللي بتبني منين؟ أبدأ من هنا كده أهوت؟ لا، لازم أخلي تحت العرض بتاع الراية اللي هيطلع من المسدس لازم يكون جاي كده، ما ينفعش إن أنا أبدأ من هنا أهو، لازم ابدا من اخد نص ديت، اخد نص ديت، تمام، او تل او تلتينها اهو، شايفين اهو النص، خدنا نصها، ما ينفعش ابدا من هنا اهو اهو. هي رش من تحت لفوق او من تحت او من فوق لتحت، العمليه واحد، ما فيش اي اختلاف. هنا طبعا احنا معانا دي ورقه لازم نحطها هنا كده هيترش، بس لازم الورقه دي عشان خاطر الويت ان ويت بتاعك ما يجيش يعفر ايه على حاجه، يعني تامن نفسك ايه على قد ما تقدر لقدام. مثلا هناخد دين دلوقتي، ادي الويت ان ويت بتاعنا بسم الله اهو اهو، يعني من تحت لفوق عادي جدا. الفكره من تحت لفوق افضل، هي مجرد اراء، مجرد يعني مدارس مش اكتر، ولكن عادي من تحت لفوق يترش، ولكن احنا بنوضح بس هنا اهو. بصوا كده اهو، ده مش صح، شفتوا الرايه بتاعتنا جت منين اهو اهو، ده كده مش صح، مع اننا خدنا دي 100% اهي ودي بس بص ده فوت ازاي، علشان خاطر كده لازم الرايه بتاعتنا اللي هي دي نصها يجي على اللي التاني اهو اهو. الموضوع كله تعود يا رجاله، تعود، الرش دون تعود، يعني كل حاجه توفيق من ربنا وممارسه، يعني هو مش سحر يعني ولا حاجه، ممارسه. ادي طريقه الرش من تحت لفوق عادي جدا يا رجاله، هي من فوق لتحت زي من فوق، نفس الخطوات. اهم حاجه تلتزم بالاساسيات، في فيديو هسيبه لك ان شاء الله في التعليم المثبت، اساسيات الرش، ازاي ترش قطعه اثنين ثلاثه، ولكن هي كده زي ما انت تمشي كده ان شاء الله، ما هتيجي معاك مفيش اي مشاكل يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.